اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت، ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبيسعدنا نكون مع حضراتكم على مدى ساعه ونص انا ودينا، وفقرات ان شاء الله تنال اعجابكم. كل سنه وانت طيبه يا دينا. كل سنه وانت طيبه يا هدى. كل سنه وكل مشاهدينا طيبين وبخير. النهارده ثالث يوم في عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. وبالتالي الاجازه دي كده جميله ان احنا ناخد فيها اجازه كده ونرتاح عشان نرجع بعد كده على الشغل واحنا كده كلنا طاقه ايجابيه. والنهارده ان شاء الله هيكون معانا فقرات كلها متعلقه بالعيد، ويا رب ان هي ان شاء الله تعجبكم. معاكي ايه اول فقره النهارده؟ عندي النهارده متخصصه في علم المتاحف، اول متخصصه في علم المتاحف، وبرغم صغر سنها لكن قدرت ان هي بالفعل ان هي يعني تخلينا فعلا نبحر في هذا المجال. هنتعرف عليها النهارده ونشوف اكتر ونعرف يعني ايه علم المتاحف. النهاردة بقى معانا في طعم البيوت فقرة، الحقيقة ان في الاعياد كلها دايما بيكون في بنتكلم عن المناسبات والاعياد كلها الجميلة والحلوة، فهيكون معانا فقرة خاصة جدا بالديكور، وازاي ان احنا نعمل ديكور، وازاي ان احنا نعمل حاجات بسيطة جدا لو عندنا كاتب كتاب في البيت. هيكون معاكي ايه هدى النهاردة؟ مع الديكور هنتكلم كمان على الملابس، كلنا كسيدات بنحب نغير كتير والموضات بترجع مرة تانية، فاحنا عندنا النهاردة فقرة خاصة ازاي نقدر ان احنا نغير في الملابس بطريقة الرسم عليها، ايا كان النوع اللبس اللي عندنا ايه او حتى الشنط، كل دي افكار جديدة هنقدمها لحضراتكم. فقرتنا الثانية في طعم البيوت بنتكلم بقى عن كوني جميلة وميك اب خاص جدا بالافراح وبالمناسبات الخاصة جدا، وازاي ان احنا نعمل ميك اب مميز جدا على الهوا، ونعمل كمان ميك اب حلو قوي لو عندنا خروجة رايحينها او سهرة خارجينها ليه بالليل. ودايما مشاهدينا بيكون معانا كل ما هو جديد وكل ما هو مميز. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي بزميلتي هدى الجندي فقرات زين المميزة. اهلا بحضراتكم مشاهدينا، اولى فقراتنا في زينه بطعم البيوت. اي حضاره في الدنيا بتكون عظيمه وعريقه بيبقى وراها جيش من الباحثين، جيش من الباحثين بيبحث في الاثر، بيبحث في التاريخ ويوثق هذا الاثر وهذا التاريخ. وطبعا ما فيش اعظم من الحضاره المصريه، احنا صح اصحاب اعرق حضاره، يمكن حضاره 7000 سنه، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر على هذا المنوال، وده اللي شجع كثير من شبابنا ان هم يبحثوا في هذا المجال. والنهارده معايا أول شابة في سن صغير قدرت ان هي تتعمق وتبحث في علم المتاحف، بيسعدنا يكون في ضيافتنا النهارده منار مظهر، باحثه في علم المتاحف والتراث ومصممه عرض متحفي وصانعه محتوى تعليمي متخصص عن المتاحف والمعارض، وكمان عضو المجلس الدولي للمتاحف وحاجات كثيره كده. مش عايزين نقول، خليك انت اللي تقوليها بقى. اولا كل سنه وانت طيبه منار. حضرتك طيبه ومنورانا. شكرا. خلينا نقول بقى انت يعني سنك صغير واضح، وان يبقى كل الحاجات دي وابحاث ودراسات ومتخصصة في علم المتاحف، اللي هو يعني بيعتبر من الحاجات اللي مش بتبقى يعني ناس كتيرة بتحب ان هي تدرس المجال ده. اتفضل. انا اتخرجت من كلية الآثار 2018 عادي جامعة القاهرة، بعدها قررت ان انا هدرس حاجة هي جديدة شوية في مصر، يعني بدأت بس 2014 اللي هو علم المتاحف والتراث. فبعد ما قررت ان انا ادرسها دخلت الماجستير بتاعها، هي كانت لسه جديده في مصر، يعني في 2014 ده كان لسه حاجه جديده، يعني هي علم بقاله 10 سنين بس في مصر، هو برضو في العالم مش علم قديم قوي مثلا زي علم المصريات، بس هو علم متخصص بيدرس كل حاجه بتختص بالمتاحف، تاريخ المتاحف، ازاي المتاحف بتقدر انها تندمج في المجتمع، ازاي المتحف نفسه بيتعمل من البدايه، بيتصمم ازاي يكون بيعمل برامج متخصصة للجمهور بتاعه، يعني كل حاجة تختص بالمتحف نفسه بعيدة عن الآثار خالص او اي حاجة بتتحط جواها، لان المتاحف فيها انواع كتير، فمش بس متاحف الآثار او كده، في متاحف تعليمية، في متاحف بتكون موجودة في الجامعات، في متاحف ثانية متنوعة بقى يعني متخصصة في حاجات معينة. طب ايه اللي جذبك للمجال ده؟ اللي جذبني ان هو جديد، يعني الآثار برضو يعتبر علم قديم قوي، ويعني الابحاث اتعملت فيه كتير، فحبيت ان ده يعني بما ان هو هيكون او علم جديد في مصر، فان انا اكون من اوائل الناس اللي درسته وبدات تتخصص فيه يعني في سن صغير. ايه اللي اكتشفتيه في رحله البحث بتاعك؟ والله رحله البحث دي يعني هي بحبها بصراحه، عشان يعني بحس ان هي مش بازل كامل ناقص قطعه واحده، هو لا، هو قطعه بازل، واحنا بنبدا ان احنا بقى نكون عليها الصوره الكامله او تصورنا الكامل لحاجه معينه. ده ترجمي.
اترجم. يعني مثلا انه بيبقى عندي حاجه صغيره خالص ببدا ان انا امشي ورا الخيط بتاعها ده علشان اعرف في البحث او اوصل للحاجه المعينه او ايه شكل الحاجه دي كان عامل ازاي. طبعا في خلال رحله البحث دي ممكن اعرف حاجات تانية، الحاجات الجانبيه نفسها او الظروف المحيطه بالبحث ده كانت عامله ازاي، حاجات ما كنتش مثلا هدور عليها لو انا بدور لوحدي دورت عليها او وصلت لها من خلال البحث. فيعني البحث طبعا في اي مجال مش بس المتاحف، فهو يعني حاجه بتوصلك لحاجات كتير تانية. يعني رحله كده بتاخديها وتكتشفي فيها، وكل ما تعرفي حاجه تقولي الله ايه ده ما كنتش اتوقع ان دي ليها علاقه بدي، فبتبداي تربطي الاحداث ببعض عشان توصلي في الاخر للنتيجه. يعني نتكلم على المتاحف اللي انت يعني اكتشفتيها من خلال رحله بحثك ومتميزه جدا وتقدري ان انت يعني تعرفي الجمهور بيها. بره مصر ولا يعني؟ لان انا لما درست علم المتاحف هنا في مصر اخذت منحه فسافرت المانيا واخذت الماجستير من هناك برضو. فاحنا هنا في مصر عندنا متاحف الاثار، عندنا متاحف متنوعه زي متاحف متخصصه شويه زي مثلا متحف الالات الموسيقيه، عندنا متاحف الشخصيات التاريخيه زي ام كلثوم، محمد عبد الوهاب. فعندنا متاحف متنوعه ما لهاش علاقه بالاثار بس. بس بره مصر الموضوع اوسع بكتير، ويعني ان شاء الله احنا يكون عندنا برضو التنوع ده قريب. يعني متحف المدينه، سمعت حاجه اسمها متحف المدينه؟ طيب انا ما كنت هناك، يعني في مره وانا بزور متاحف كده لقيت في حاجه اسمها متحف مدينه، فانا مش مستغربه ايه يعني ايه اللي هيكون جواه او بيتكلم عن ايه. في البداية اختلط عليا الأمر إن هو شبه المتاحف الإقليمية شوية، شبه مثلا متحف مطروح عندنا اللي هو بيتكلم عن مطروح، بس طلع لا، متحف المدينة ده حاجة تانية خالص، مش بيتكلم عن المنطقة كالآثار بس اللي طلعت فيها، لا ده بيتكلم عن الناس، أو الناس هي اللي بتحكي قصتها عن المدينة. فقعدت ادور ده فين في مصر، ما عندناش متحف مدينه في مصر، فقررت ان دي هتكون رساله الماجستير بتاعتي، كانت كده يعني. فطبعا نبدا باول حاجه في مصر القاهره، وعلشان نصغرها شويه لان هي كبيره جدا، فقررت ان هي تبقى القاهره الخديويه يعني وسط البلد، منطقه وسط البلد. فاهل وسط البلد او اي حد بيعدي على وسط البلد يقدر يحكي ايه عن وسط البلد؟ في قصص كتير وحكايات كتير نقدر نقولها، والقصص دي طبعا نقدر يعني بما ان هو متحف فالناس متوقعه اللي هو لا لازم يكون فيه معروضات وحاجات. فطبعا القصص دي نقدر ان احنا ندعمها بحاجات كتير زي كل واحد عنده. يعني مثلا لو في حد بيحكي عن ان هو عايش في بيت جدته مثلا في وسط البلد، فاكيد عنده حاجات في وسط، يعني حاجات تختص بالحكايه اللي هو حكاها لنا دي موجوده معاه لسه، مقتنيات بالظبط، نقدر نعرضها ونحكي قصتها. هو عنده قصه، حكايه القصه هتبقى من خلال المرشد ولا من خلال الشخصيات الحقيقيه؟ في المتحف المدينه الناس بيشتغلوا مع المتحف، يعني بيجوا مثلا يتبرعوا بمقتنياتهم او حاجات عندهم عايزين يعرضوها، وهم اللي يحكوا قصتها. المتحف بقى تخصصه ان هو ازاي يحطها بشكل معين، ده بقى العرض، ده تصميم العرض المتحفي اللي هو اللي انا متخصصه فيه، انه ازاي ناخد القصه دي ونبدا ان احنا هنحطها في عرض، هنعمل لها قصه، القصه والتجربه من الاخر، يعني ان احنا بنعمل لها قصه علشان ندي تجربه كويسه للزائر اللي هو جاي بقى، اللي هو مش صاحب القصه نفسه بس جاي وحب يتفرج ومعدي في القاهره كده، مش شرط يكون ساكن في وسط البلد، ممكن يكون حد عادي يعني وسط البلد. اعتقد معظم المصريين عدوا عليها يعني، حتى لو جايين من سفر بس ومش ساكنين هنا او مش ساكنين في حته قريبه من هنا، برده هم بيعدوا عليها وعندهم حاجات مرتبطه بيها، بيشتروا منها حاجة. فهي دي الفكرة بالظبط، ان هو يشتغل مع الناس اللي في المتحف، يشتغل مع المصمم المتحفي او الناس اللي في المتحف، ويبدأ يحكي لهم القصة ازاي هي بتتحكي يعني او كده. طب انت ايه من خلال، خلينا نتكلم برضو على المتحف المدينة والقاهرة الخديوية، لو احنا هننفذها هنا في مصر، ايه النقط اللي انت يعني ركزتي عليها؟ يعني دايما احنا تخيلاتي وتخيل المشاهدين على حد معلوماتنا بالمتاحف، احنا بندخل بنلاقي معروضات، لو اثريه بنلاقي المومياوات و و و ومتحف الشمع، لو شخصيات زي ما حضرتك بتقولي مثلا بتاعت فنانين لبس ام كلثوم الحاجات دي. ايه بقى في القاهره الخديويه اللي هتحطيه في المتحف بتاعك؟ يعني في الرسالة عملنا طبعا يعني حاولنا نصغر الموضوع شوية، فإحنا بنتكلم عن حاجات اللي هي تراث لا مادي وتراث مادي. تراث مادي اللي هو الحاجات الملموسة اللي إحنا نقدر نبقى شايفين عارفين إنها موجودة، لا مادي اللي هي الحاجات اللي مش موجودة، اللي هي القصص أو الحكايات اللي جوه المبنى ده اللي بيحملها المبنى ده. فمثلا لو هنتكلم عن المباني في وسط البلد، فالمباني في وسط البلد ده مبنى موجود، ده حاجة مادية
بس جواه حاجات لا ماديه، قصص وحكايات الناس اللي عاشت في المكان. ازاي ان المبنى دلوقتي لما بتاخده شركات التطوير العقاري بترجعه لشكله اللي كان عليه من وقت ما حي الاسماعيليه اتعمل، لما عملوا الخديوي اسماعيل سنه 1800 في الستينات 1860. ازاي المبنى كان شكله كده، فهم بيرجعوا للشكل ده، وبعدين بنبدا نديه طابع جديد انه الناس اللي عاشت جواه وقالت حكايات، الحكايات دي هنبدا نحفظها او نحافظ عليها في المتحف ان هم يحكوها. حاجه تانية زي الشوارع، الشوارع في وسط البلد ليها كذا اسم، الشارع الواحد ممكن نلاقيه في السجلات ليه اسم، الناس عارفه عنه اسم تاني، في اسم تالت مكتوب عليه، ففي يعني دي وكل اسم ليه حكايه. بالظبط كل اسم يعني، وممكن بقى تلاقي حد بيحكي لك يقول لك هو اسمه كذا بس في الوقت ده كنا بنقول عليه كذا علشان كذا. فكل واحد عنده قصه للشوارع. حاجه تانية القهاوي، القهاوي اللي هي القهوه بمعنى القهوه، مش المودرن كافيه او الكافيه الجديد. القهاوي في وسط البلد دي حاجه يعني حاجه ثقافيه مهمه جدا، لانه مثلا قبل كده ده ما كانش مكان الناس بتروح بس تقعد تشرب عليه حاجه ويقضوا وقتهم، لا ده كان مكان اللي هم بيجتمعوا فيه القصص الاجتماعيه او النسيج المجتمعي نفسه. كانوا بيبقوا موجودين وندوات وكان وقت يعني بيقعدوا يكتبوا كتبهم هناك والقاء شعر. فالقهاوي دي قصه لوحدها يعني. يعني عملت لها بحث لوحدها كده، اللي هو القهوه ازاي القهوه دي مكان هم بيروحوا فيه علشان يعني يتكلموا فيه عن حاجات تخصهم وعن حياتهم وبيحلوا فيه مشاكلهم. هم بالنسبه لهم مش مقتنعين بفكره المودرن كافيه او ان في قهوه في كافيه جديد، لا هم عايزين يروحوا المكان ده اللي هم اتعودوا يقعدوا فيه. حتى الحاجات اللي في القهوه هي زي ما هي، الكرسي الخشب اللي احنا عارفينه اي حد فينا لو شافه عارف هيقول ده كرسي القهوه اللي هو الخشب المعروف. الحاجات اللي بيستخدموها برضو في القهوه كل دي كنكه اللي كانت صغننه بالظبط حضرتك لو شفتيها عارفاها، حد تاني لو شافها عارفها ويقدر يقول ايوه دي يعني الموضوع ده مرتبط في ذاكرتي بالقهوه. فطبعا كل الحاجات دي كلها تقدر تكون معروضات متحف، مش بس فكره ان المتحف يعني اثار او ندخل نشوف حاجات بقى لها 10000 سنة، مش شرط، ممكن ندخل نشوف حاجات قريبة لينا بقى لها 200 سنة بس عادي، بس هي بتفكرنا في حاجات جميلة وهنخرج مبسوطين. هي كمان الهدف، خلينا نقول الهدف من انشاء النوعيه دي من المتاحف ممكن يكون ايه، مش مجرد بس ان احنا عايزين نتبسط، لان دايما بنقول حتى المتاحف الاثريه اللي فيها اثارنا ده بتوثيق لحضارتنا. طب المتاحف في المدينه يعني لو انت عملتي متحف للمدينه هيبقى يعني هدفه ايه؟ انا بشوف ان هو بيربط الافراد، يعني مش هنقول بقى سكان المدينه نفسهم، لان ممكن ناس كتير يعني انا مش عايشه في وسط البلد بس انا هتبسط لو رحت متحف عن وسط البلد بيتكلم عن وسط البلد. فده ربط ان احنا بنربط الذكريات بتاعه الناس وبنبدا بقى ان احنا نوثقها ونحافظ عليها. لان طبعا الجزئيه مثلا لو قلنا هنحافظ على التراث المادي اللي هو الملموس، التراث اللامادي صعب شويه ان احنا نحافظ عليه لو ما وثقناهوش، لازم نوثقه. فهنوثقه في خلال حكايات وبنربطها بحاجات تانية بحيث ان هي يعني تدينا في الاخر قصة. فانا بشايفة ان التوثيق مهم جدا، لانه بعد 100 سنة مين هيحكي لي الحاجات اللي كانت حاصلة دلوقتي او التغيرات، غير ان انا لو رحت متحف هشوفها، لان الحاجات دي برضو بتبقاش في كتب التاريخ. اكيد طبعا. بالزبط. طيب احنا خلينا نقول عضو مجلس الدولي للمتاحف وبرضو سنك صغير قوي، خلينا نشجع بقى الشباب والشابات على ان هم يقدروا ان هم يوصلوا، يقدروا ان هم فعلا من خلال البحث يقدروا ان هم يبقوا في مكانه كويسه. مبدئيا اي حد ليه علاقه بالاثار بالتراث بدراستها يقدر ان هو يكون عضو في المجلس الدولي للمتاحف. وده اتعمل سنه يعني اتعمل في القرن اللي فات في الستينيات، لا سوري بعد الحرب العالميه الثانيه، علشان يكون هو المؤسسه اللي هي زي حاجه مكان متحد كده بيجمع كل متاحف العالم يختص بشؤونهم، يتجمعوا كل سنه او سنتين يتكلموا في الامور المختلفه بتاعتهم وازاي ان هم يطوروا المتاحف في العالم. فالمتاحف تبقى مرتبطه ببعض، ما يبقاش الموضوع كل واحد ماشي في حته، بحيث ان احنا كل الجديد يكونوا عارفينه، كل دوله تكون عارفاه. وطبعا كل دوله ليها لجنه وطنيه، زي مصر فيها لجنه وطنيه خاصه في المجلس الدولي للمتاحف اللي اسمها ايكون مصر، ايكم اللي هي اختصار المجلس الدولي للمتاحف. فبيتجمعوا كل سنه ويتكلموا ويتناقشوا في الامور. طبعا ان انت تكون عضو ده في المجلس الدولي للمتاحف بيديك دخول لكل متاحف العالم فري،
كل سنه براحتك يعني، بتدفع بس مجرد الاشتراك بس، وبس في مصر. وده يعني هيفيدنا بعد كده بالظبط كده، واحنا بنقول ان احنا يعني محتاجين ان احنا نزود من النوعيات دي، لان هي كمان يعني حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون بتبقى بتشجع السياحه في مصر. بشكرك جدا، نورتينا منار، وبالتوفيق دايما. شكرا لوجودك، كل سنه وانت طيبه. مشاهدينا لازلنا مع حضراتكم متواصلين، هنطلع لفاصل وبعدها هنكمل معاكم وزينة بتعمل بيوت.